الدكتور محمود يعني بنشكره تاني مرة، يشرفنا كده ما تأخرش عننا، وسعداء بوجود الزملاء كلهم من جميع مستشفيات الأهلية. سكند ديسيشن حضراتكم اللي هي السكين كارت ديزيز، اول برزنتيشن البروفيسور دكتور شريف صقر هيتكلم عن الميوكاردال انفاركشن اند فيابيليتي. انا بعتبر ان الكارديولوجي ده لايك بيلدينج، ما ينفعش كله بيكمل بعضه، يعني ما ينفعش كارديولوجي ما بيسمعش كويس في السماعه، ما ينفعش كارديولوجي ما بياخدش هيستوري كويس، ما ينفعش كارديولوجي ما بيعرفش ايكو، ما يعرفش ما يعني بعتبر كله مدارس بتكمل بعضيها. يعني من زي بيت كده له السيلينج مهم جدا، الوولز مهمه جدا، الدورز مهمه جدا، ما ينفعش يبقى من غير حاجه من دول، فكله بيكمل بعضه زي ما بياخد ايمج لحاجه كامله. فزي ما بتعرف سماعه لازم تعرف سماعه كويس قوي، لازم تعرف ام ار اي كويس، لازم تعرف ايكو كويس. ده بقى كارديولوجي كده، ما ينفعش كله بيكمل بعضه. ف ولازم تعرف تاخد هيستوري كويس، زي ما بقول لك تعرف ام ار اي، كله بيكمل بعضه. طبعا احنا بنتكلم في موداليتي الام ار اي، هنبدا اول بقى ابلاي له. الابلاي له الموضوع ده الرول اوف ام ار اي في المايكاردال انفاركشن اند فيابيليتي. المايكاردال انفاركشن، طب انا هعمل ايه في المايكاردال انفاركشن؟ انا شخص انفاركشن انا بالاي سي جي وبالشيست بين والانزايم، واللي هشوف كمان الايمجنج بالايكو والموضوع خلص. يعني ايه الام ار اي؟ امتى؟ ازاي انا احول عيان لهذا الموضوع؟ انا هديك تو كويشنز. مثلا سبوز انك عندك عيان عنده مايكاردال انفاركشن وسايزابل سكار وول موشن، والعيان ده مطلوب ان هو يعمل ريفاسكولاريزيشن، هتحط له دعامه او تعمل له تحول لاوبن هارت سيرجري. هاو تو انسر ذيس كويشن؟ از ذيس بيشنت كان جيت بينفيت اور نوت؟ يعني هل العيان ده امن ان انا او في فايده هيستفيد ولا مش هيستفيد؟ تقدر تجاوب لي على السؤال ده؟ يعني هتجاوب على السؤال ده بالاي سي جي؟ هتجاوب على السؤال ده بالسماعه؟ هتجاوب على السؤال ده بالايكو؟ يعني فيري امبورتنت انك تانسر ذيس كويشن، انك محتاج فيابيليتي. هاو تو اسيس الفيابيليتي؟ انا فاكر ان انا يعني علاقتي بالام ار اي دي بدات 2011، كنت رايح احضر مؤتمر لاوروبيا فحضرت سيشن، السيشن دي بتقول ايه؟ How to assess the ischemic heart disease. يهمني في ischemic heart disease viability, perfusion and anatomy. محتاج اعرف viable or not, perfused or not, microcirculation and the anatomy اللي هي الكورونري فيزيت. ومسكهم واحده واحده كده. ف regarding the anatomy for the ischemic heart disease, how to assess the coronary anatomy? By what? الكورنري سونو ذا كورونري انجيو. What else? Month slice CT. What else? MRI. How to assess the myocardial viability? It is viable or not? Stress echo, بالإيكو. إيه كمان؟ بالإيزوتوب، بالسبكت. بالإيه؟ بالMRI. مين الجوكر بتاعهم بقى اللي بيقش؟ مين الموست هاي سنسيف اند سبيسيستي؟ طيب، how to assess the perfusion, المايكروسيركوليشن، is it can perfused or not? This myocardium is perfused or not? How to assess? By isotope study, بالايكو، بالذات لو بمنترست ايكو وكده. الحاجة التالتة بالايه؟ بالام ار اي. وهنعرف البرفيوجن ازاي بتحسس بحاسس الام ار اي، وتجد ان الكورن لما الحاجة التالتة ان الفيابيليتي برفيوجن اند اناتومي. لقيت ان الكورنر ستون بقى في الكارديولوجي الايه؟ الام ار اي. اول ما رجعت رحنا عاضين رساله للدكتوره هناء، قلنا لها قولي لي الام ار اي في الاسكيميك هارت ديزيز. ما كانش كانت اي سي اياميها. الدكتوره هناء بصراحه جهزت نفسها وكانت جاهزه للطيران وتعلمت كويس قوي ازاي تتعلم ام ار اي. والفضل ليها بصراحه في ان احنا لولا الدكتوره هناء ما كناش اتجمعنا النهارده. رجعت يعني فاكر ان انا يعني مره رحت اتعلم مالتي سلايس سي تي وسنه 2008. كان في راجل بيعلم الناس مالتي سلايس سي تي كده. انا اصلا الانترست بتاعي جنرال والانترست بتاع انترفنشن مش ايمجنج يعني. فالمهم ورحت قضيتها في اوضه القسطره. فالمهم الفني اللي في اوضه القسطره اللي انا رايح اتعلم فيها السي تي بيقول لي يا دكتور انت جاي تتعلم ايه؟ الموس فيوتشر كله الام ار اي. اللي انت جاي تتعلمه ده اوف مينيمال بينفيت اور نو بينفيت. لكن هو الفيوتشر كله الام ار اي. فبدا اوير ماي اتنشن ان في حاجه مهمه قوي في الكارديولوجي اسمها الام ار اي. وبتجاوب على حاجه مش هعرف اجاوبها بحاجه تانية.
ده انا عايز اوصله لحضراتكم. لما اشوف انا عامل ميوكاردال انفاركشن هدخله الماشين بتاع المرة، هحصل ايه الداتا اللي ممكن احصل عليها؟ ممكن احصل على فانكشن فيابيليتي تيشو كاركترايزيشن اللي منها ان انا اعرف البرفيوجن وكده. وزي ما قلت لحضراتكم اجابه السؤال الفيابيليتي الكورنر ستون فور بريزنس اوف سكار اند فيابل اور نون فيابل مايكاردم از ام ار اي. هاو تو اسيس، اول حاجه العين اللي عنده جاله مايكاردم انفاركشن ده بيأسس الفانكشن زي ما الدكتوره ريم شرحت. ان انا عندي سلندر اهي، السلندر دي اللي هو الليفت فنتركل بيملى سيستول ودايستول، فوليوم في السيستول وفوليوم في الدايستول، ولو طرحتهم من بعض واحسب الريشيو بتاع الايجكتد بلاد هو ده الايه؟ الستروك فوليوم او الايجكشن فراكشن. ده انا بحسب اللي هو الاند دايستول ناقص الاند سيستول على الاند دايستول، هحسب منه الايجكشن فراكشن. ازاي احسب الفوليوم ده اكيوريتلي؟ احسب الفوليوم الاكيوريتي ده لما قسمت الفنتريكل ده، قسمت الفنتريكل ده لمالتيبل ديسكس، مالتيبل ديسك، وكل ديسك من دول عباره عن انه سمول سلندر كده. السلندر دي لها القاعده في الارتفاع، القاعده دي هي الاريا دي، احسبها كويس قوي كاريا، والارتفاع اللي هو المسافه اللي ما بين التو ديسك دي، واحسبهم واجمعهم على بعض، حسبت الفوليوم. اظن ما فيش مور اكيوريت ذان ذس. انا ممكن احقق ده بالايكو وبال 3 دي ايكو، لكن الكورنر ستون في الاسسمنت ده هو مين؟ هو الام ار اي. عشان البروبر ديليشن اندوكارديا، وزي ما اتقالت بالارتفيشال انتليجنس حتى ممكن تعملها مانيوال، ودلوقتي بالارتفيشال انتليجنس ممكن الجهاز يحسبها اوتوميتد. بحسبها سيستول وبحسبها دايستول عند مالتيبل زي ما قلت لكم كده بعد الكارديك سايكل، واخد واحده في نهايه السيستول واحده في الميدس في البيك بتاع السيستول، واقدر احسب منها الايه؟ الاريا دي مالتيبل اريا سيستول ده ستول في كاريا واضربها في الارتفاع اقدر احسب على الفوليوم اكيوريتي اوف ذا فينتر. يبقى انا اقدر ده اسمها الجلوبال فانكشن. طب انا مهمني برضو الريجنال فانكشن. الريجنال فانكشن احنا عارفين في الاسكيميك هارت ديزيز ان احنا بنقسم المايوكارديوم اللي هي الاي بول بيكتشر دي بنقسمه الى 17 سيجمنت. 17 سيجمنت دول بنجيب الفنتريكل بناخد 3 ليفلز، ات ذا ليفل اوف ذا ميترا، ات ذا ليفل اوف ذا بابيلاري ماسل، ات ذا ابيكال سيرد. وكل سيركل من دول للليفت فنتريكل فيها انتيريور وول قصاد منه الانفيريور، السبطه قصاد منها اللاترال، يعني سيركل واللاترال دي السبتم انتروسيبتال وانفروسيبتال، انترولاترال انفرولاترال، ات ذا ليفل اوف ذا ميترال، ات ذا ليفل اوف ذا بابيلاري ماسل، ات ذا ليفل اوف ذا ابيكال سير. لما نحسب السيجمنتس دي يطلعوا 16 سيجمنت، وتبقى الابيكال سيجمنت اللي هو الرقم 17. لما نشوف الاريا الانتيريور والانتروسيبتال بيزا وميد وابيكال سبلايد بالال اي دي، ال اي دي ترياتري. لما نشوف الانفيريور سيبتم والانفيريور وول بيزا وميد وابيكال سبلايد بالرايت كورونري ارتري. لما ناخد الانتيريور الانترو لاترال الانترولاترال والانفرولاترال بيزل وميد وابيكال سبلاي بالسيركونفلكس ارتري. يبقى انا ريجنال ايه اقدر تشوف كل سيجمنت من دول لو في ارتري معين افكتد هياثر على سيجمنت من دول. يبقى انا عندي ريجنال فانكشن. هشوف السيجمنت دي هشوفها ازاي دي؟ هاو تو اسيس ذا فانكشن ريجنال فانكشن دي بالمنظر ده كده. نرجع لمحاضره الدكتور العصفور، قال لي انا عندي ديفرنت موداليتيز في الام ار اي. ايه الموداليتيز الموداليتيز اللي انا بشوف بيها؟ ادي اول حاجه السيني ايمج، الصوره اللي هي السيني دي زي صور الايكو اللي هي 2 دي ايكو سيني بالظبط نفس الصوره. طب الام ار اي هيضيف ايه؟ هيضيف انها مور اكيوريت اند مور بروبر ديلينيشن ما بين الاندوكارديوم والوول اوف ذا هارت. زي ما شايف ده واخد لون جراي غامق وده لون ابيض، فقادر اشوف الاندوكارديوم فيري ويل. عشان كده لو حته هايبوكينيتك او ريديوس سيكنس اوف ذا وول اقدر اشوف لها لو ريديوس سيكنس او هايبوكينيتك اقدر اصلحها بالظبط. ودفرنت سيجمنت من البيز لغايه الايبكس، لغايه الايبكس اوف ذا هارت ديفرنت سيجمنت، واشوفها انهي حته. لما الاقي السبتم يبقى انا دي السبتم قصاد منها اللاترال، يبقى ده الانتيرو وده الانفير على طول، واشوف ديفرنت سيجمنتس من دول. حد شايف فيها ابنورمالتي يا جماعه؟ متهيألي الحته دي اللي مش حلوه الانفيريو، لا هنا
الايبيكال سيبت. اوكي؟ يبقى ده اول موداليتيز في الايكو. انا خدت شورت اكسس اهو. البيكتشر دي عباره عن ايه؟ ترانسفيرس لونج اكسس. امال دي ايه؟ فيرتيكال لونج اكسس. بشوف تو تشامبر فيو. يبقى دول غالبا في السيني. يا شورت اكسس يا ترانسفيرس لونج اكسس يا فيرتيكال لونج اكسس. ده في السيني. لما انا اشوف الترانسفيرس لونج اكسس يبقى دي السبطه مودلاترال وول. لما اشوف في الفيرتيكال لونج اكسس يبقى ده الانتير وول قصاد منه الانفير وول. اوكي؟ قدرت اشوف الديفرنت سيجمنتس اسيس الفانكشن بقى بروبرلي. يبقى ده الريجنال فانكشن. بشوف كل سيجمنتس في الهارت الفانكشن بتاعتها ايه. دي مهمه في الانفاركشن مهمه. واقدر اعرف انهي ارتري ممكن يبقى افكتد. زي ما احنا شايفين كده صوره شورت اكسس. This is the ventricle, left ventricle short axis. اللي جنبه منه ده right ventricle. يبقى اللي بينهم السيبتم. يبقى ده الانتيريور وده الانفيريور. في هايبوكينيزيا في الانفيريور. في الانفيريور هو. And decreased systolic thickening في الانفيريور. دي صورة vertical long axis view. ده الانتيريور قصاد منه الانفيريور. الانتيريور اللي حركته ايه؟ هايبوكينيزي. قدرت كأني زي الايكو بالظبط. بس مور اكوريت عن الايه؟ عن الايكو. وجود لينيشن ما بين المصل وول اند ذا كافيتي اوف ذا هارت. انا مش هعمل مش هبعت العيان ام ار اي علشان اشوفه الموشن غالبا يعني. غالبا انا بقدر اشوفها بالايكو. وممكن مودلت صحيح ممكن في عيان بور ويند ومش هعرف اشوف فيه حاجه. بس احنا بنحاول بنجيبه سب كوستال بنجيبه كله بيكتب يعني. مفيش حد ما بيشوفش ايكو ما بيفتيش بيشخص يقول لك هايبوكينيزيا في الحته الفلانيه. وانا بتؤلمني جدا الوول موشن دي اتيز سبجكتيف. وكتير قوي يقول لك يا دكتور ده عنده سكيميك هارت ازاي اسال لك ده عنده هايبوكينيزيا. طبعا يعني دي حاجه سبجكتيف وسبجكتيف والفارسس فيها عاليه قوي. والوول موشن از تاسك اوف ذا اكسبيرينس ايكو كارديوجرافر. مش اي حد يقدر يكومنت على الوول موشن بسهوله كده. بتلاقي لسه اول مره يمسك جروب ايكو عامل لك هايبوكينيزيا في الحته دي وعايز قسطره وخلاص وشخصه سكيميا. فخليك كوشس من النقطه دي قوي. الموضوع مش سيمبل يعني. الحاجة الثانية من الـ MRI إن ده بقى الكلام المهم جدا. الكرايتيريا دي يونيك فور ذا MRI. مش حاجة تانية هتجاوب على السؤال ده. التيشو كاركترايزيشن. التيشو كاركترايزيشن إن أنا أقدر أشوف it is viable or not. ده فات ولا مصل ولا فايبرس تيشو ولا ميكزيمتاس تيشو. كل ده ممكن أقدر أشخصه بالـ MRI. في كل توبيك هتاخده هتعرف مع نولج في القصه دي. انا فور اكزامبل مثلا اللي يهمني في الميوكاردال انفاركشن ايه اللي هيحصل؟ ان انا ممكن الميوكاردال انفاركشن حته بقت انفاركتد فبقت انفليم فبقى في كميه ووتر اكتر فبقت زي اديما. العيان لما بيكون عنده سيريبرال انفاركشن بنعمل له ايمج للبرين اسمها تي 2 يبان الحته اللي فيها الفانكشن بيضه فيها اديما. يعني انها هايبودنس ومعاها حته بيضه معناها فيها اديما نتيجه الانفاركشن. نفس القصة بيحصل في الهارت بالظبط التي 2. احنا خدنا دلوقتي اول واحد الدكتور عصفور شرح لنا قال لنا انك هتلاقي صورة سيني. اللي بعد كده صورة ايه؟ صورة اللي هو دارك بلاد تي 1 اند تي 2. تي 1 يبقى الفات ابيض، تي 2 يبقى الايه؟ الووتر هو اللي ابيض. خلاص كفاية لو خرجنا من الكورس حافظين الكلمتين دول وعارفينهم كويس ونعرف نقراهم يبقى احنا حققنا حاجة كويسة في الكورس. تمام؟ التي 2 بيشوف الميه بيضة. فور اكزامبل مثلا هجيب لكم صوره احلى شويه. العيان ده اهو خد دواء اسمه انثراسايكلين عمل له مايوكاردال انفاركشن اسف. ده عامل مايوكاردال انفاركشن وعملنا له ريبرفيوجن وصورناه الصوره دي البلاد دارك اهو والمايوكاردال جراي وباين الحته دي بيضة قوي. بيضة ده تي 2. الصوره دي تي 2. لما تلاقي ابيض في التي 2 دي ميه دي ووتر. اكسس ووتر واكسس ووتر ممكن يحصل في مايوكاردال انفاركشن نتيجه الاديمه والانفلاميشن بيبقى ووتر شويه. لو بقى ليت هتختفي فعلا معناها انها ريسنت برضه غالبا يعني. ده اللي هو الايه تي 2. ده هنا برضه بالتي 2 تلاقي الحته دي مور برايت شويه وده دارك وده جراي ودي برايت شويه معناها ان فيها اديمه. ماشي الكلام؟ انا هشوف القديمه دي يبقى لازم كورسبوند معاها. اتفضل. هل في طريقه اعرف افرق ما بين تي 1 وتي 2 ولا هو لازم يبقى انا عندي الداتا حتى ايه
الجهاز هو اللي بيطلعها. الناس اللي بيشتغلوا التكنيك يعني، انا مش من انا مش بتاع ام ار اي، لكن انا ببقى عارف زي ما بقول لك، طول ما انت قاعد شغال بتحضر، بتاخد صوره سيني وصوره، بتجهز التي 2 وبتجهز التي 1 وبتجهز الليد جادولينيا اللي هو الليد جادولينيا انهانسمنت، بتبقى عارف كل واحده من دول من الجهاز. الجهاز بيطلع لك الديفرنت سيكونس من دول، دي ديفرنت سيكونس الجهاز اللي بيطلعها. ما حضرتك من ضمن الكرايتيريا بتاعتها ان البلاد بلاك والماسل جراي، اوكي، ده في الايه اللي هي بنسميها دارك بلاد ايمج. تي 1 وتي 2 دي حسب التايمنج، شورت تايم ولا لونج تايم، فده اللي بتفرق التي 1 من التي 2. اللونج تايم والشورت تايم بيعتمد على الوقت اللي بياخده الريفليكشن لما يعمل راديو فريكوانسي للهيدروجين ايونز. السلوك بتاعها في الووتر بيختلف عن الفاد، في انها انا بضرب بضربها بالراديو فريكوانسي اللي هو الاتومز دي، فبيحصل بتخرج الطاقه اللي خدتها دي، يحصل لها ديكاي. فالديكاي ده بيختلف يا ترى سريع ولا بطيء من تيشو الى تيشو. يوم الصوره بتظهر هنا امتى وتظهر هنا امتى، اللون الابيض ده يبان هنا ايرلي ولا يبان متاخر حسب النيتشر اوف ذا تيشو ولا ايش. هنا وصلت دي صورة، دي ما اللي احنا شفناها دي. من ضمن بقى الكريتيريا مهمة جدا جدا اللي هو إجابة السؤال بتاع الـ it is viable or not، أو التيشو النيتشر أوف ذا تيشو. النيتشر أوف ذا تيشو إن ممكن يكون عندي نورمال ماسل بنورمال سيل ممبرين، ممكن السيل ممبرين ده يحصل له دامج في سيتنج أوف أكيوت ميوكارد انفاركشن بعد الهيلينج، يبقى بقت فايبرس تيشو. لما يبقى في حالات الدامج للسيل ممبرين او وجود فايبرس تيشو، ايه اللي بيحصل؟ الاكسترا سيلولر سبيس ده بيحصل له ايه؟ اكسبانشن، ما بقاش النورمال اكسترا سيلولر سبيس. لما احقن السبعه جادولينيوم نورمالي بيحصل لها ووش ان اند ووش اوت. لو نورمال سيل ادهرنت لبعض رابيد ووش ان رابيد ووش اوت ويز وان مينيت. لما يبقى في دامج للسيل ممبرين او العين بقى فيه فايبرس تيشو، بقى الووش ان ديلايد والووش اوت ديلايد، فبقت الصبغه بتركب. يبقى انا لما اخد صوره حقنت الصبغه وبعد 10 دقائق اخد صوره، المتوقع ان يحصل ووش اوت للايه؟ للصبغه. اذا لقيتها يبقى ده ابنورمال. هصور الصبغه دي ازاي؟ لما نفتكر الدكتور عصفور شرح لنا ان في سيني وفي دارك بلاد تي 1 وتي 2 وفي حاجه اسمها ايه بقى؟ جادولينيوم انهانسمنت. جادولينيوم بيعمل فيها ايه؟ بيخلي الفنتريكل ده عند بتكنيك معين بسيكونس معين في طيب معين، امتى الفنتريكل ده يبقى اسود والكافيتي ايه ابيض، اخلي الوول بتاع الهارت اسود، ده النورم لما ما يكونش، بالذات لما يكونش فيه صبغه، بحيث لما الصبغه بلونها في بلونها بيبان ايه برايت. لو في صبغه ركنه في الوول بتاع الهارت بعد 10 دقائق من حقن الصبغه هتبان بيضه والفنتريك هيبان ايه اسود. البياض ده اي سكيميا، الموست فولنربل اريا فور سكيميا از سب اندوكارديا، اول حته بتعاني لما البلاد يقل اللي رايح للوول بتاع الهارت ده، اللي هيعاني مين؟ الساب اندوكارديا. وكل ما اروح للايبيكارديا بتقل كميه الاسكيميا، الا اذا كان بقى ترانس ميورال واخده كل الوول يعني اسكيميا كامله خالص، يبقى الارتري بقى 99% ستينوزس، يبقى الموست فولنربل الساب اندوكارديا، والايبيكارديا لسه بروح لها دم، فالموست فولنربل هي الساب اندوكارديا. اذا ما لقيت الساب اندوكارديا نورمال اكسكلود اسكيميا نوت اسكيميا 100%. إذا لقيت الساب اندوكارديال افكتد ممكن تكون اسكيميا وممكن تكون حاجة تانية. فلما أنا هحقن الجادولينيوم وألاقيه يبقى ساب اندوكارديال بتاع انهانسمنت بديفرنت سيفيريتي، ممكن الساب اندوكارديال انهانسمنت ده ياخد كل السيكنس، ممكن ياخد جزء صغير من السيكنس يعني كده، ممكن ياخد كده، ممكن ياخد سمول اريا من السيكنس، ممكن ياخد هاف سيكنس، ممكن ياخد فول سيكنس. فيري امبورتنت، قدرت لوكالايز الاريا اللي فيها سكار او الاريا اللي فيها دامج للميوكارديوم والاكستنت بتاعتها كمان، يبقى شوف ازاي لوكالايز اند اكستنت. ده اسمه ليت جادولينيوم انهانسمنت. نورمالي بيحصل رابيد ووش للجادولينيوم، لكن لما يكون في انفاركشن بيحصل ديلايد ووش للجادولينيوم. ده اللي انا بصوره بعد 10 دقائق اقوم اشوفه. حولت انا الفنتريكل دلوقتي ده ليت جادولينيوم انهانسمنت، العضله لونها ايه؟ اسود صح؟ امال ايه الابيض ده؟ الابيض ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فيرتيكال لونج اكسس،
showing left ventricle, left atrium. This is the anterior wall, this is the inferior wall. And this anterior wall, full thickness, late gadolinium enhancement of the anterior wall and the apex of the heart, corresponding LAD triotary. معناه ان في infarction, anterior infarction نتيجة occlusion of the LAD. والانفارشن ده عمل ايه؟ Completely complete scar. مفيش مصر. إذا السيكنس اوف ليت جادوين هانس واخد اكتر من 50% من اكتر من 50% من السيكنس بتاع الوول، معناه عنده لما عملوا ريفاسكولاريزيشن كان نوت ريستور الفانكشن. ده غالبا نون فايبل تيشو. وهنعرف ازاي يبقى نون فايبل. يبقى انا قدرت اشخص النيتشر اوف ذا تيشو ان ده سكار تيشو. وكمان ده مثلا عنده متكرر له عنده توتال ال اي دي والال اي دي مش عارفين يفتحوا بالستنت هنحوله جراحه. ده تبعته جراحه. شوف فيري امبورتنت مين اللي جاوب على السؤال؟ هل ايكو يقدر يجاوب السؤال ده؟ يعني موست سنسيتيف اند اكيوريت تيست الفحص ده فيري امبورتنت الفحص ده يجاوب عليه. ده بقول لحضرتك انا بحول الفنتركل ايه؟ لبلاك زي ما انت شايف كده دار بلاك. هشوف الليت جانوليوم انهانسمنت ممكن الاقي سب اندوكارديال باي ديفرنت سيفيريتي ممكن ياخد بارت من السيكنس ممكن ياخد فول سيكنس. لو لقيتها نون سب اندوكارديال لايك ذس ميد فينتر ميد وول استرايا لايك ذس اكسكلود اسكيميا ات از نيفر تو بي اسكيميا. دي مهمه قوي لازم تفهم دي وازاي تعرف تقرا الصور. يعني لما نشوف صوره زي دي الفنتريكل باين اسود اهو الوول ده شورت اكسس وده السيبتم ده ان ده الرايت فنتريكل هنا كده يبقى دي السيبتم ده الايه الانتير وول وده السيبتم واخد فول سيكنس ليت جادولينيوم انهانسمنت هير and this is the long axis view واخد السيبتم والابكس وجزء من الابيكال لاترال وده لونج ده الانتير وول وده الانفير وول واخد الانتير وول والابكس فول سيكنس اوف ذا وول از ريبليسد باي فايبرس تيشو ايفيدنسد باي ليت جادولينيوم انهانسمنت. Here is the short axis, this is the septum, the anterior, the inferior. Here, this is late gadolinium enhancement in the inferior wall. The long axis view is the anterior wall, the inferior wall, and late gadolinium enhancement. واخد أقل من 50% من السيكنس. The hopeful, يعني الأرتر ده لو مقفول أفتح. لأن still في viable tissue العين يستفيد. تمام؟ الصورة دي عبارة عن برضو late gadolinium enhancement. المصل هنا ده long vertical long axis view. This is the anterior wall, this is the inferior wall, and this is the late gadolinium enhancement of the full thickness of the inferior wall of the heart. Here is the vertical long axis view showing the anterior wall, and this is the inferior wall, and this late gadolinium enhancement evidence the muscle is black, and there is late gadolinium, and this is black area surrounded by hyper dense area all around. يعني في حته هنا ده المصل اهي تمام كويس وهنا في late gadolinium enhancement here and within this late gadolinium enhancement there is dark area within this white area this is hypodense area and this is hyper dense area. How to explain this? في حاجه اسمها microvascular occlusion اللي هو thrombotic material may occlude the small vessel. And this occlusion of the small vessel ما بتوصلش كان السابقة ما بتوصلش ل this area of the myocardium. اسمها microvascular occlusion. الميكروفاسكولار occlusion ده بنشوفه في القسطرة ازاي؟ هنلاقي نور فلو احقن سابقة الارت ما بياخدش سابقة. مع ان الارت اللي فيه لا سبازم ولا ديسكشن ولا فيه occlusion. والارت ما بياخدش. انا شفتها في عيان لدرجة ان دخلت بالمايكروكاستر وحقنت ديس لقيت الارت راح مرسوم قدامي واحقن بالقسطره ما بيبانش الارتري خالص نور فلو. فالنور فلو معناها ان مايكرو فاسكولار اوكلوجن والمايكرو فاسكولار اوكلوجن ده ممكن اشخصه اكيوريتلي بالام ار اي بالمنظر اللي شايفينه ده ان الاقي حته بنسميها دارك او بلاك اريا وذن ذا سراوندد باي اول اراوند باي هايبر لوسنت اريا اللي هو ليت جادولينيوم انهانسمنت. يعني وذن ذا ليت جادولينيوم انهانسمنت حته سودا جواها لان المايكرو فيزلز او كانوت conduct contrast to this area. كنا نلاقي microvascular occlusion evidence it. What's the value of this? معناه ان the high possibility of bad function او remodeling of this ventricle. كمان حتى العين ده مش هيستفيد من revascularization. الحاجة التانية كمان انها العين اللي عندهم microvascular occlusion
اللونج تيرم بتاعتهم الكارديو فاسكولار ايفنتس بتاعتهم از وورسر ذان بيشن وزاوت ميكرو فاسكولار اوكلوجن. فده بالنسبه للمايكرو فاسكولار اوكلوجن. لما نشوف المنظر ده انا ده يعتبر من ضمن الفاليو في الميكارد انفكشن اشوف ثرومبس كتير قوي في الايكو فاليسز يقول لي ده انا حاسس شايف ثرومبس ده شكلها ممكن تكون او ما تكونش. طبعا الام ار اي مور اكيوريت ان انا اشخص ثرومبس. ثرومبس حته ما بتاخدش انهانسمنت امتى؟ بالليت جادولينيوم ولا اول ما بحن الصبغه؟ بالاثنين. اول ما بحن الصبغه بتوبسيفاي الفنتركل بس حته نوت اوبسيفاي يبقى جوز ايرلي جادولينيوم انهانسمنت او ايرلي جادولينيوم انجكشن اند ليت جادولينيوم انهانسمنت. لما في الليت جادولينيوم انهانسمنت انا واخد الفنتركل اسود اهو وفي حته ايه ده؟ ده ايرلي تمام. ابص عليه طب دون هنا اقول الراوند ده انا هدفي ان انا اشوف الميكارديم اسود اهو والليت جادولينيوم هنا اهو واريا مش واخده الانهانسمنت خالص. ما اعتقدش ان هي دي شبه المايكروفاسكولار هنا يعني يمكن داخله على شكلها كانها مايكروفاسكولار بس دي ثرومبس مش اول الراوند. يبقى انا قدرت قدر الام ار اي يديني داتا مختلفه ولا ما قدرش؟ يبقى من ضمن الحاجات المهمه جدا في الميكارديال انفاركشن ان انا زي ما قلت لحضرتك اشوف فيابيليتي اف از فيابل اور نوت. واحنا قلنا الفيابيليتي دي هاو تو دايجنوز فيابيليتي بالام ار اي بثلاثة كرايتيريا. اول حاجه الوول سيكنس نفسه. الحاجه الثانيه الليت جادولينيوم انهانسمنت. الموداليتي الثالثه اللي هو لو دوز دوبيتامين ستريس. دول الثلاث حاجات اقدر اشخص بيهم از ذس بارت اوف ذا ميكارديال از فيابل اور نوت. لو انا ريجاردنج الوول سيكنس لو انا بالام ار اي اقدر احسب الوول سيكنس اكيوريتي ولا لا؟ يعني شوف اللي هنا جود دينيشن للاندوكارديوم والايبيكارديوم اقدر احسب الوول سيكنس اكيوريتلي. لو لقيت الوول سيكنس ده اقل من 6 مللي سجستيف موستلي ممكن دي نون فايبل. لو اكتر من 6 مللي بيقلل احتماليه الفايبلتي. الحاجه الثانيه لما اديت ليت جادولينيوم انهانسمنت وحقنتها الميوكارديوم بيبقى اسود اللي هو الانفيرشن ريكفري والجادولينيوم هيبان ايه ابيض وصاب اندوكارديال عشان يبقى اسكيميا. هل واخد فول سيكنس ولا واخد جزء من السيكنس؟ لو اقل من 50% يبقى فايبل. لو اكتر من 50% موستلي نون فايبل. بالذات بقى لو اكتر من 75% يبقى هوبليس خالص الفايبلتي. الطريقه الثالثه ان انا اشخص بيها الفايبلتي ان انا لما شفت في الصور السيني دي وانا اشوف الديفرنت سيجمنت اوف ذا هارت لقيت حته هايبوكاينيتك او اكاينيتك وانا اخدت صوره سيني او مدي العيان دوبيتامين ب 10 مايك دوز فور 3 مينتس وباخد صوره سيني ثانيه واحطهم سايد باي سايد فور كومباريزون. الحته مثلا الانفيرو بيزل دي كانتش بتتحرك لما اديت لو دوز دوبيتامين لقيتها بتتحرك بتيز فايبل. هو ليس اكيوريت عن الجادولينيوم بس مور بيدي لكن بياكد التشخيص. وبالام ار طب ما ممكن اعمله بالايكو ممكن اعمله بايكو فعلا وممكن اعمله بالام ار اي. وبالام ار اي الميزه ان جود ديلينيشن للاندوكارديوم اقدر اشوف الموشن كويس قوي للسيجمنت دي. الاند دايستوليك هنا مثلا لما يشوف هنا بيوريك ان هي الحته دي السيجنس بتاعتها اقل عن السيجنس ده يبقى موستلي دي ديزيز سيجمنت مش نورمال. لما اشوفها بالسيني هلاقي المفروض تبقى هايبوكينيتيك. لما اديلها لو دوز دوبيتامين واصورها وتحسنت الموشن بتاعتها يبقى تيز فايبل. ما اتحسنتش غالبا نون فايبل. هتاكد القصه دي ان تدي ليت جادولينيوم هتلاقي فيها انهانسمنت. يبقى لو انا عندي اقل من 50% من الرول سيكنس نون فايبل دي ريزونبل نو كان بي امبروفد باي ريفاسكولاريزيشن. لو اكتر من 50% نون فايبل موستلي نوت امبروفد باي ريفاسكولاريزيشن. ده اكزامبل لليت جادولينيوم انهانسمنت كده. ده شورت اكسس فيو ده السيبتم وده الانتير وول انفيرو لاترال وول انترو اند سيبتال انترو سيبتال سيجمنتس زي هنا برضو في هنا في السيبتم والايبكس والهاي لاترال والانتير وول ان ديفرنت فيوز اهي. ده كورسبوندنج ال دي ال دي اوكلوجن او ال دي انفارشن. لما نشوف هنا ليت جادولينيوم انهانسمنت از السيبتم از لاترال وول انتيريور تو انفيرور. ليت جادولينيوم انهانسمنت از انفيرور وول. هير is the long axis view anterior wall is the inferior wall and this is the anterior wall and the inferior wall showing late gadolinium enhancement in the inferior wall. لو مش واخد full sickness اقل من 50% يبقى ده hopeful ممكن revascularize this patient. برضه من الفوائد بتاع الام ار اي
نشخص الكومبليكيشن في العمليه كارد انفارش. فاكر الدكتور هنقل العين اللي جاي بانيوريزم؟ كان في عين جاي كان جاله مش عارف ايام الكورونا وراح جاله اكيد كورونا سندروم وتحسن وبقى كويس وجا عملت له ايكو نورمال. بعدها باسبوعين لقيته جاي لي بنيو شيست بين. بنعيد الايكو لقينا منظر مار تشامبر جنب الهارت كده. المنظر زي ده كده بالظبط كده تقريبا زي ده اهو. زي ده يا دكتور هناء مش كده؟ منظر زي ده كده. في حاجه هنا في واحده ثانيه كمان اكتر. زي دي كده بالظبط تقريبا زي ده كده. لقينا منظر زي ده كده بالظبط وكان العيان ده سودو انيوريزم. كان سودو انيوريزم. فين العيان ده؟ اخباره ايه هنا دلوقتي؟ ما عادش بيجي لي بروح لهنا دلوقتي. اختفى من قدام. لقينا ما فيش وول تعرف التروم من السودو انيوريزم ان هل الانيوريزم نفسه كونتيننج الورو ظهرت او نوت كونتيننج الورو ظهرت. كان عنده انتربشن في الورو ظهرت وكان باين بالايكو وعملنا له ام ار اي لتاكيد التشخيص. والعين ده كان سيرجيكال ايمرجنسي وعمل سيرجري وتحسن وامبروفنج ودينج وين وبيتابع مع الدكتوره هناء. شكرا دكتوره هناء بالتابعين. من ضمن الفاليو بتاع الام ار اي ان انا اقدر اصور الكورونري نفسها زي ما قلنا في بدايه المحاضره كده ان انا ممكن اشوف الكورونري اناتوم. لكن ستيل بالجايد لاين والريكومنديشن المصري سي تي هي الكورنر سوبير للام ار اي. والام ار اي ما قدرش يخبط السي تي بالكتف في الموضوع ده عشان السي تي لها جود تمبرال ريزوليوشن عن الام ار اي في الليه في الايمجنج للكورونر اناتوم. وبالتالي انا كده وصلت لاخر المحاضره. كان كونكلود بقى ان انا اقدر اسيس الريجنال والجلوبال فانكشن اقدر اشوف السايز والستوليك فانكشن بليت جادولين انهانسمنت شفت الفايبيليتي المايكروفاسكولار اوكلوجن قدرت احدد السايت اوف انفاركشن واللوكيشن ممكن اشخص الكومبليكيشن في مايكارد انفاركشن لايك انيوريزم اور ريفت فنتريكل ثرومبس اند سانكتيوم. في أي أسئلة؟